الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بذنب ما لم يستحله. وقد شرعنا في بيان خطورة التكفير وشيء من قواعده، وأظن أننا وقفنا على قاعدة التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير، وفهمناها ولله الحمد. ومن قواعد التكفير المتقررة عند أهل السنة والجماعة أيضا قاعدة تقول: لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير، لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير، لا مدخل للمعاملة بالمثل والعقوبات والتشفي في باب التكفير. فلا يجوز لك أن تجعل باب التكفير باب عقوبة، بمعنى أن تكفر من كفرك عقوبة، فإن هذا محرم. ولا يجوز لك أن تكفر غيرك لأنك غضبت عليه، أو أنك تريد أن تتشفى منه، أو أن بينك وبينه شيء من الملاحات أو النزاع أو الخصومة، ثم تنصب عليه بماذا؟ بالتكفير، لأن التكفير لا مدخل له في العقوبات، ولا مدخل له في باب التشفي والغضب وإدراك الغيظ، لأن التكفير بلا علم ولا برهان محرم لحق الله عز وجل. والمتقرر عند العلماء أن ما كان حراما لحق الله، أن ما كان حراما لحق الله فلا يدخل في المعاملة بالمثل، كمن كذب عليك فلا تعاقبه بأن تكذب عليه، ومن خانك فلا تعاقبه بأن تخونه، ومن زنى بمحرمك فلا حق لك أن تعاقبه بمثل ذلك، ومن سرق منك فلا حق لك أن تسرق منه، لأن هذه المحرمات محرمات لحق الله عز وجل، وما كان محرما لحق الله فلا يدخل في المعاملة بالمثل. فإنك لو رأيت كثيرا من التكفير الجاري في هذا الزمان لرأيته لهذه الأسباب، فإن من الناس من يكفر غيره لأنه غضب عليه، أو لأنه لم يدخل مزاجه، أو لأنه تصرف تصرفا أدخل عليه الغيظ، فهو يريد أن يتشفى من هذا الغيظ بتكفيره، وهذا كله محرم وممنوع بإجماع أهل السنة والجماعة. فلا يجوز لنا أن نكفر أحدا تشفيا ولا معاملة بالمثل ولا من باب العقوبة. فإذا تكفير الغير لا يدخل في قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا، التكفير لا يدخل فيه، وإنما يدخل في هذه الآية ما كان محرما لحق المخلوق، ما كان محرما لحق المخلوق فله أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وأما ما كان حراما لحق الله عز وجل خالصا فلا يدخل في العقوبات. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب التكفير أيضا قاعدة مهمة تقول: لا تكفير في مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها، لا تكفير في مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها، لأن المسائل العقدية التي ثبت خلاف أهل السنة فيها لا تعتبر من مسائل الدين الكبار، ولا من مسائل العقيدة التي يوالى ويعادى عليها، بل هي من جملة مسائل الاجتهاد الخاضعة للنظر والجذب والرد والأخذ والرد. فلا حق لك أن تكفر من أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة أسري به، لماذا؟ لأن المسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة أهل السنة والجماعة. ولا حق لك أن تكفر من نفى رؤية الله في حق المنافقين والكفار في العروسات، لأن هذه مسألة ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها. فأي مسألة خلافية عقدية ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها فلا حق لأحد أن ينصب على غيره بالتكفير لأنه خالفه فيها، لأن المسألة مسألة اجتهادية. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة مهمة تقول: لا تكفير في مسائل الاجتهاد، لا تكفير في مسائل الاجتهاد، سواء أكانت من المسائل العقدية أو المسائل العملية الشرعية الفقهية. فبمجرد ما توصف المسألة بأنها مسألة اجتهادية فلا حق لك أن تنصب على غيرك بالتكفير فيها. ومن قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة أيضا
قاعدة مهمة تقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلا حق لأحد أن يحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق على أحد من الناس بمجرد تفسير مقاصده أو البحث عن باطنه. لا، لا شأن لك ببواطن الناس، وإنما لك أن تحكم عليهم على حسب ما يظهر منهم فقط. فإن أظهروا لك الخير فاحكم عليه بمقتضاه، وإن أظهروا الشر فاحكم عليه بمقتضاه، وأما بواطنهم فأمرها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أظهر الإنسان لنا قيامه بأركان الإسلام واحترامه لشريعة الله عز وجل، ولم يبدو منه لا نفاق ولا كفر، فإنه لا يجوز لأحد أن يكفره أو أن يحكم عليه بشيء من تلك الأحكام بالنظر إلى باطنه، فهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وبعبارة أخرى نقول: الأحكام في الدنيا على الظواهر، والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على السرائر، والظواهر تبع لها. فإنما الله عز وجل هو الذي يبتلي سرائر الناس، وهو الذي يعلم بواطن صدورهم، ولا يخفى عليه شيء مما يقوم في قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما نحن فلا حق لنا أن نبني أي شيء من الأحكام لمجرد تفسير شيء من بواطن الناس. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا وأنصاري رجلا منهم، فلما رأى شعاع السيف قال: لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري عنه وعلوته بالسيف حتى برد. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من الموت. إذن هذا تفسير للباطن، هذا تفسير للباطن. فحكم عليه أسامة رضي الله عنه بالموت والقتل، مع أنه سمع منه ظاهرا لا إله إلا الله تفسيرا لباطنه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية الإنكار، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة قال: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة فما زال يرددها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لعظم ما قام في قلبه من هذا الخطأ الفادح العظيم، الخطأ الفادح العظيم. وفي الصحيحين من حديث المقداد أيضا قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قال: قلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي وقال ذلك، أي أسلمت لله، بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة صريحة على تحريم الخوض في بواطن الناس أو تفسير مقاصدهم، فما لك إلا أن تحكم عليهم بما يظهر لك منهم، وأما ما عدا ذلك مما وراء ستار الصدور وما تخفيه القلوب والبواطن فلا شأن لنا بذلك. ولو رأيتم إلى أكثر أحوال الناس الآن إنما يحكمون على غيرهم بتفسير ماذا؟ بتفسير مقاصدهم، وهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن القواعد المهمة أيضا طلب العذر الممكن لمن أخطأ مقدم على الحكم عليه، طلب العذر الممكن لمن أخطأ مقدم على الحكم عليه. فأهل السنة يقولون الحق ولكن يرحمون الخلق، فما دام قوله يحتمل احتمالات أخرى صحيحة ويمكن أن نحمل كلامه هذا على شيء من الأعذار الممكنة بلا تكلف زائد، فحينئذ طلب العذر عند أهل السنة أحب من أن نحكم عليه بتكفير أو تفسيق أو تبديع أو تأثيم. فما دام قوله يحتمل احتمالات حسنة فالواجب علينا من باب قيام قيامنا بمقتضى الأخوة الدينية الإيمانية أن لا نحكم عليه
بهذا القول المحتمل المجمل الذي يحتمل احتمالات طيبة. فمن باب إحسان الظن بإخواننا المسلمين لا ينبغي أن نلوي أعناق كلامهم إلى المحامل القبيحة التي توجب الحكم عليهم بالتكفير أو التفسيق. فما دام الإعذار ممكنا وحمل كلامه على المحامل الحسنة ممكنة فما المانع؟ لكن تأبى قلوب كثير من الناس أن تنظر إلى هذه المحامل الحسنة التي لو نظروا بأدنى نظرة من قلوب صافية لوجدوا أنها لها احتمالات كثيرة. ومن القواعد أيضا: أهل السنة يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب التكفير. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب التكفير، بمعنى أنهم لا يتجهون إلى مسألة التكفير إلا إذا لم يجدوا عنها مندوحة وكان الكلام قطعيا أو نصيا فيها. وأما إذا كان الكلام محتملا مجملا فإنهم يقولون: أخطأ فلان في كذا، ضل لسانه في كذا، لم يفهم كذا وكذا، لعله لم يقصد كذا وكذا. فهم دائما يخطئون إذا وجدوا للتخطئة مجالا ولا يتجهون إلى تكفير أحد أو الحكم عليه بمثل هذه الأحكام المغلظة إلا إذا لم يجدوا مندوحة عن الحكم عليه بذلك. ولذلك يروى عن ابن تيمية رحمه الله أنه ربما قال للبطائحية من الصوفية أو غيرهم من الصوفية، يقول لو قل وكذلك غيرهم من الجهمية، يقول: لو قلت أنا بما تقولون به لكنت كافرا، لأنني أقول هذا القول وأنا أعلم أنه كفر، ولكن لا أكفركم. لماذا؟ حملا لكلامهم على أنه لا يزال في عقولهم شيء من الشبهة أو شيء من التأويل. فأهل السنة يحبون التخطئة إلا إذا لم يجدوا مندوحة عن التكفير وقام موجب التكفير، فلا يتأخر أهل السنة في إصدار هذا الحكم عند قيام موجبه. ومن القواعد أيضا: الكفر كفران أصغر وأكبر. ومن القواعد أيضا: الكفر كفران أصغر وأكبر، وهي من أهم القواعد التي باين بها أهل السنة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالوعيدية لا يقسمون الكفر إلى كفرين، ولا الشرك إلى شركين، ولا النفاق إلى نفاقين، ولا الفسق إلى فسقين، وإنما عندهم كفر واحد وهو أكبر، وشرك واحد وهو أكبر، ونفاق واحد وهو أكبر. وقد حملهم عدم التقسيم في هذه المسائل إلى مزالق خطيرة جدا، فحكموا بكفر من لا يستحق التكفير لمجرد أنه وقع فيما سماه الشارع بأنه كفر، فيجعلون سباب المسلم فسوق أكبر ومخرج عن الملة، ويجعلون قتاله من الكفر الأكبر، ويجعلون الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من الكفر الأكبر، ويجعلون النياحة من الكفر الأكبر لورود الأدلة بأن فاعل هذه المحرمات موصوف بأنه كافر. ولكن أهل السنة والجماعة قسموا الكفر إلى كفرين، فقالوا: الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر، وجعلوا القاعدة في الكفر الأكبر مبنية على الجحود المطلق، فمن قام في قلبه جحود شيء من الشرع الثابت الجحود المطلق فهذا وقع في الأكبر، وجعلوا قاعدة الكفر الأصغر مبنية على مطلق الجحود، فإذا كان عند الإنسان مطلق الجحود فهذا كفر أصغر ككفر النعمة بمطلق الجحود، وأما كفر النعمة بالجحود المطلق فهذا كفر أكبر. وكذلك سباب المسلم من الفسوق الأصغر وقتاله من الكفر الأصغر إلا إذا استحله، فقد جحد حرمة دمه الجحود المطلق فيكفر حينئذ. فإذا قاعدة الكفر الأكبر أنها مبنية على الجحود المطلق، وقاعدة الكفر الأصغر أنها مبنية على مطلق الجحود. وكذلك الشرك، فإن قاعدة الشرك الأكبر مبنية على المساواة المطلقة، وقاعدة الشرك الأصغر مبنية على مطلق المساواة. فمبدأ الهداية في هذه الأبواب هو تقسيمها إلى أكبر
وأصغر. ومبدأ ضلال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة هو إجمال هذه الأقسام في قسم واحد، ولذلك أودى بهم ذلك إلى تكفير مرتكب الكبيرة التي وصف صاحبها بأنه كافر، مع أن الدليل لا يريد الكفر الأكبر وإنما يريد الكفر الأصغر، فالواجب التنبيه لذلك. ومن القواعد أيضا قاعدة عظيمة في قول الإمام الطحاوي ما لم يستحله، تقول هذه القاعدة: لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر بذاته. لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر في ذاته. لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات، ويشترط فيما ليس بكفر بذاته. وذلك لأن المعاصي تنقسم عندنا إلى قسمين: إلى معاص هي كفر في ذاتها وصورتها، وإلى كبائر، وإلى كبائر ليست في ذاتها ولا في صورتها بكفر. فأما ما كان كفرا بالذات فإننا نحكم على صاحبه بمقتضاه حتى وإن لم يكن مستحلا له في الباطن اكتفاء بالكفر الذاتي. فمن سجد إلى صنم، أو سجد إلى قبر، أو ركع لولي، فإننا نكفره ولا نسأله: أأنت مستحل للسجود لغير الله أم لست بمستحل؟ فإن طلب الاستحلال فيما هو كفر بالذات مذهب المرجئة الذين يجعلون الاستحلال شرطاً في كل تكفير، بغض النظر عن صورة المكفر الذي وقع فيه هذا الشخص. فأما أهل السنة فلا يشترطون الاستحلال فيما هو كفر بذاته. ولذلك من الكفر القول بخلق القرآن، فإذا قال الإنسان بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، ولا نسأله بعد ذلك: أأنت مستحل لهذا القول أو لا؟ ومن الكفر في الظاهر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الإنسان في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ولا نسأله بعد ذلك: أأنت مستحل لسبهم أو لا؟ والذبح لغير الله تعبدا للمذبوح له هذا كفر، ولا نسأله بعد ذلك: أأنت كنت مستحلا أو لا؟ ومن استغاث بغير الله أو استعاذ أو استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر بالذات، ولا نسأله بعد ذلك: أأنت مستحل لهذه الأشياء أو غير مستحل؟ فمن سأل من فعل كفرا بذاته: أأنت مستحل أو لا؟ وأوقف تكفيره على الاستحلال من عدمه فهو من المرجئة الذين يجعلون الاستحلال شرطا في كل تكفير، وهذا خطأ عظيم. فإذا ما كان كفرا في ذاته فلا يشترط فيه الاستحلال. وأما النوع الثاني من الذنوب فهي ذنوب ليست بكفر في الذات، كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو قطع الطريق أو إسبال الثياب أو نحوها من الكبائر، فهذه ليست بكفر في صورتها وذاتها، فحينئذ لا يجوز لنا أن نكفر فاعلها بمجرد اقترافه لها حتى نسأله: أأنت اقترفتها مستحلا لها أو لا؟ فإن فعلها مستحلا لها فهو كافر، وإن فعلها غير مستحل لها فهو مؤمن ناقص الإيمان. ومن كفر فاعل الكبيرة بلا استحلال فهو من الوعيدية، فهو من الوعيدية، فإن الخوارج والمعتزلة يكفرون فاعل الكبيرة بمجرد وقوعه فيها بغض النظر عن كونه مستحلا أو لا. فإذا نحن لا نطلب الاستحلال في التكفير على كل ذنب مطلقا، ولا ننفي الاستحلال في كل حكم تكفيري مطلقا، وإنما نفصل، وخير الأمور ما كان مبنيا على التفصيل المبني على النظر في الأدلة.
فإذا جاء بكفر ذاتي فهو كافر وإن لم يستحل فعله، وإن جاء بذنب أو كبيرة فلا يكفر إلا باستحلالها. وبناء على ذلك نفهم قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ماذا يقصد رحمه الله بقوله بذنب؟ الكبائر، أحسنت، من باب إحسان الظن به رحمه الله. فهو لا يقصد أن يعطينا قاعدة إرجائية، وإنما يقصد بالذنب هنا أي ما كان على جهة الكبيرة والتي ليس بكفر بالذات. لأنه إن كان يقصد بقوله بذنب يدخل ما كان كفرا بالذات، فلا جرم أن هذا من مذهب المرجئة. وبناء على ذلك فهو لا يقصد كل الذنوب، وإنما يقصد تلك الكبائر التي ليست بكفر في ذاتها. تبعوا معي، ليست بكفر في ذاتها. فهذه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا بمجرد اقترافه، وإنما إيش؟ باستحلالها. فإن قلت: بين لنا وسطية أهل السنة في قضية الاستحلال، فأقول: لقد انقسم أهل القبلة في مسألة الاستحلال في الحكم بالتكفير إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط. أما الطرف الأول فهو طرف المرجئة، والذين يطلبون الاستحلال في هذين النوعين: فيما هو كفر بالذات فلا يكفرون به إلا بالاستحلال، وفيما ليس بكفر في ذاته فلا يكفرون به إلا بالاستحلال. فإن قلت: وفي أي جزئية أصابوا وفي أي جزئية أخطأوا؟ الجواب: أصابوا في مسألة عدم تكفير فاعل الكبيرة إلا بشرط الاستحلال، وأخطأوا في عدم تكفير فاعل الكفر بذاته إلا بالاستحلال. فأصابوا في هذا وأخطأوا في هذا، إذن عندهم صواب وخطأ. خذ الصواب واحفظه حتى نرجع إليه. والطائفة الثانية طائفة الوعيدية، وهم عندهم في هذه المسألة صواب وخطأ أيضا. أما صوابهم فقولهم إن فاعل الكفر بذاته كافر ولو لم يستحل، وأما خطأهم فقولهم بأن فاعل الكبيرة كافر وإن لم يستحل. فأما الخطأ مع الطائفتين فهو لهم لأنهم أولى بالخطأ، ولكن إن أخذت الصواب الذي مع المرجئة والصواب الذي مع الوعيدية ثم جمعت بينهما لتبين لك حقيقة وسطية أهل السنة والجماعة. أفهمتم هذا؟ فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع المرجئة، وهو ألا يكفر مرتكب الكبيرة إلا بالاستحلال، وتركوا الباطل لهم، وأخذوا الحق الذي مع الوعيدية وهو أن فاعل الكفر بذاته يكفر بلا استحلال، وتركوا الباطل لهم. فصار مذهبنا يقول: ما كان بكفر بذاته فلا يشترط فيه الاستحلال، انتبه، خلافا للمرجئة، وما ليس بكفر في ذاته فلا تكفير به إلا بالاستحلال خلافا للوعيدية. ما فهمتم شيء؟ طيب، لا يكمل فهم هذه القاعدة إلا بالقاعدة التي بعدها، القواعد مهمة جدا والله، لا بد أن يتربى عليها الشباب حتى يعرفوا أن أكثر التكفير الذي يدور في الساحة لم يقم على علم ولا على برهان. القاعدة تقول: الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. الاستحلال المشروط في التكفير إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. وذلك لأن من الناس من يقول بأن فاعل الكبيرة 70 سنة
هذا دليل على استحلالها، فهو مستحل لها إذ بقي يفعلها هذه الدهور المتطاولة، فطول مقارفته لها دليل على أنه مستحل، فنقول نعم هو مستحل. ولكن أي نوع من الاستحلال؟ الاستحلال العملي لا الاستحلال القلبي، بمعنى أننا لو سألناه بعد هذه الدهور المتطاولة التي بقي فيها يقترف هذه الكبيرة، أأنت تحرمها؟ قال نعم، ولكن نفسي وشيطاني غلباني على مقارفتها، وأنا إذا قارفتها لا أزال نادما في الباطن على مقارفتها، بل ولا أزال مستحيا من الله ومستخبيا بها عن عيون خلقه، ولا أزال أسأل الله عز وجل أن يتوب علي من مقارفتها، وكلما هممت بالتوبة فإن الشيطان والنفس والأمارة بالسوء تغلبني على مقارفتها مرة أخرى. فإذا يبين لنا منه أنه لم يستحلها باطنا، وإنما استحلاله استحلال عملي، والاستحلال العملي ليس بموجب للتكفير بالإجماع. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي نوع من أنواع الاستحلال؟ الاستحلال العملي، إذ لو كانوا يستحلونها استحلالا قلبيا باطنيا عقائديا لكانوا كفارا ولماتوا وهم كفار. ويوضح هذا أكثر أننا لو علمنا من شخص أنه يستحل شرب الخمر عقديا استحلالا قلبيا لكفر ولو لم يشرب منها قطرة، أليس كذلك؟ فإذا الاستحلال القلبي ليس مشروطا بالعمل، بل نكفر صاحبه وإن لم يفعل تلك الكبيرة. فمن استحل الخمر باطنا كفر وإن لم يشرب منها قطرة، ومن استحل حرمة الزنا كفر وإن لم يزني ولا مرة، ومن استحل دم مسلم استحلالا باطنيا كفر وإن لم يقتل مسلما واحدا. فهذه القاعدة تبين لنا الاستحلال الذي يشرط في التكفير من الاستحلال الذي لا يجوز إناطة التكفير به. فالاستحلال الذي هو شرط في تكفير الغير، ماذا أقصد بالغير؟ فاعل الكبيرة ولا فاعل الكفر؟ فاعل إيش؟ ماذا أقصد بالغير الآن؟ فالاستحلال الذي يشترط في تكفير هذا أي فاعل الكبيرة، لأن ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال أصلا، وإنما نحن نتكلم عن القسم الثاني وهو فاعل الكبيرة لا يكفر إلا بالاستحلال. فما حقيقة هذا الاستحلال؟ الجواب: إنما هو الاستحلال الباطني الاعتقادي القلبي، فينقلب اعتقاده من التحريم إلى إيش؟ إلى الجواز. فمن اعتقد في كبيرة ثبت الدليل بتحريمها بأنها حلال ولا شبهة عنده، ولكنه استحلها عدوانا وطغيانا ومحبة لمقارفة الفاحشة ومحبة لتزيينها وزخرفتها أمام الناس، فهو يعتقد حلها باطنا اعتقادا قلبيا عقديا، فهذا كافر وإن لم يفعلها بجوارحه ولا مرة واحدة. وأما من بقي يعملها بجوارحه ويستحلها بظاهره سنين طويلة، ولكن هو في قرارة نفسه، هو من يكمل؟ هو في قرارة نفسه يحرمها، ولا يزال قلبه يعتقد نهي الشارع عنها، فهذا لا يعتبر كافرا وإنما هو في عداد مرتكبي الكبائر. ومن القواعد أيضا: أهل الكبائر دون الشرك تحت المشيئة يوم القيامة. أهل الكبائر دون الشرك تحت المشيئة يوم القيامة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ففاعل الكبيرة إن مات مصرا عليها فلا نجزم له بالجنة ابتداء،
ولا نجزم له بالنار ابتداء، وإنما نقول بأنه تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء محصه في نار أصحاب الكبائر، أي في طبقة أصحاب الكبائر في جهنم، حتى ينقيه ثم يخرجه لانتهاء فترة العقوبة أو بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا. ولا يخلد في النار أحد من أهل القبلة الخلود المطلق، كما سيأتينا في قاعدة مستقلة إن شاء الله. فإن قلت ولم لا نجزم له بدخول الجنة ابتداء، الجواب لأن معه موجب دخول النار وهو تلك الكبيرة. فإن قلت ولم لا تجزم له إذن بدخول النار ابتداء، فنقول لأن معه موجب دخول الجنة وهو ما بقي معه من الإيمان والإسلام، فإذا معه موجب دخول هذه ومعه موجب دخول هذه، فمعه الموجبان، والحاكم في ترجيح أحد الموجبين من؟ إنما هو الله. ولذلك قلنا بأنه يدخل تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويدل على ذلك أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، أذكر لكم منها مثلا حديثي في الصحيحين من حديث أبي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك أي من تلك الكبائر شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله كان أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا نص هذه القاعدة. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن أو قال كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، أو قال إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لغيره. والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد. فإذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن فاعل الكبيرة إن مات مصرا عليها فلا نجزم له بدخول هذه ولا ابتداء ولا بدخول هذه ابتداء، وإنما أمره إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها: كل نص في تخليد أصحاب الكبائر في النار، كل نص في تخليد أصحاب الكبائر في النار فيراد به مطلق التخليد لا التخليد المطلق، فيراد به مطلق الخلود أو التخليد للخلود أو التخليد المطلق. فإن قلت وماذا تعني بمطلق الخلود، فأقول أعني به بعضه أي المكث الطويل. فإن قلت وماذا تعني بالخلود المطلق، فأقول أعني به الخلود الأبدي الدائم المستمر الذي لا ينقطع أبد الآباد ولا دهر الدهارير. فإذا رأيت في النصوص أن من فعل الكبيرة الفلانية أو الكبيرة الفلانية أن عقوبته في النار خالدا فيها، فإياك أن تفهم من الخلود هنا كما فهمه أحسنت كما فهمه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهي أنهم يفهمون من كل تخليد على كبيرة فإنما هو الخلود المطلق. ولذلك قالوا بأن فاعل الكبيرة خالد مخلد
أبد الآباد ودهر الدهارير في جهنم لا يتصور في يوم من الأيام خروجه منها مطلقا. ولكن أهل السنة من باب الاضطرار في تفسير نصوص الوعيد، وإلا فالأصل عندنا أن نصوص الوعيد تجرى على ظاهرها بلا تفسير، لكن من باب الاضطرار وسد فساد الفهم في هذه النصوص وقطعا لدابر اعتقاد عقيدة الخوارج فيها أو المعتزلة فيها، نقول بأن المقصود بهذا الخلود هو مطلق الخلود للخلود المطلق. فإن قلت اضرب مثالا على ذلك فأقول خذ أمثلة منها، مثلا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه كبيرة قرنت بالخلود، فماذا يفهم منها أهل السنة؟ مطلق الخلود أي المكث الطويل للخلود المطلق، إلا إذا قتله مستحلا لدمه، فإن المقصود بالخلود هنا إيش؟ الخلود المطلق. لماذا؟ لأنه كفر باستحلاله. ومن الأمثلة أيضا ذكرنا مثالا من القرآن، نأخذ مثالا من السنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وأنا عمدت إلى هذا النص لأن فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن ينبغي أن تقرن النصوص في فهمها مع النصوص الأخرى التي تدل على أن فاعل الكبيرة وإن كان سيدخل النار إذا شاء الله عز وجل دخوله، إلا أنه مطلق الدخول، مطلق الخلود، لا الدخول المطلق أو الخلود المطلق. فهمتم هذا؟ هذا جار على مذهب أهل السنة والجماعة. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها أيضا: كل نص في تحريم الجنة على أصحاب الكبائر، كل نص. لما لا تكتب أنت؟ طيب معك جوالك؟ كان سجلت، تسجلي خلص، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. كل نص في تحريم الجنة على أصحاب الكبائر، فيراد به إيش؟ من يكمل؟ إيش؟ يا الله، أأنت من الخوارج هيثم؟ فيراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر والعاق أو كذا، أو حرام عليهم الجنة من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا، فمتى ما رأيت تحريم الجنة على من فعل شيئا من الكبائر فإياك أن تفهم منه فهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، والذين يفهمون من مثل هذه النصوص أن الجنة حرام على أصحاب هذه الكبيرة التحريم المطلق، فلا يجدون ريحها مطلقا. وهذا خطأ في الفهم، بل أهل السنة متفقون على أن المقصود به مطلق التحريم، بمعنى أن الجنة تكون عليهم ردحا من الزمان محرمة، لكنهم سيدخلونها في يوم من الأيام لأن معهم أصل الإسلام والإيمان. ولكن من أدمن الخمر مستحلا لها فالتحريم في هذه الحالة هو التحريم المطلق، ومن عق والديه مستحلا لعقوقهما فالتحريم عليه تحريم مطلق. وأما إذا أدمن الخمر وهو معتقد لتحريمها
أو عق والديه وهو مستعظم لهذا العقوق، فالتحريم الوارد عليه في النصوص إنما هو مطلق التحريم، للتحريم المطلق، للتحريم المطلق. ومثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والمقصود الملوك الظلمة وجنود الملوك الظلمة يضربون الناس ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما المقصود بالتحريم وعدم الدخول هنا؟ مطلق التحريم، لا للتحريم المطلق. هذا جار على ماذا؟ على قواعد أهل السنة والجماعة. وإنني أذكر وأعيد وأكرر، إننا لو سلمنا من التفسيرات الخاطئة لنصوص الوعيد لكان لأسلم لنا ألا نفسرها ولا ندخل في شيء من تأويلها، لأن القاعدة عند أهل السنة أن نصوص الوعيد تجرى على ما هي من غير تفسير. ولكن إذا خشينا أن يتغلغل مذهب الخوارج في فهمها، أو أن ينقدح في قلوب الناس مذهب الوعيدية في إدراكها، فلا جرم أنه لا بد من سد الذرائع، وما كان فاضلا سابقا فيكون مفضولا لاحقا إذا اقترنت المصلحة بالمفضول. فترك التفسير هو الفاضل والتفسير هو المفضول، لكن إن اقترن بالتفسير سد أبواب الفهم الخاطئ في الأدلة فإنه ينقلب من كونه مفضولا إلى فاضل حتى يتعلم الناس ويتربوا. كم بقينا؟ لعلنا نكتفي بهذا، وبقي عندنا جمل كثيرة من القواعد في هذا الباب الخطير نشرحها إن شاء الله فيما يستقبل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.